الدكتور أحمد عبد الله عبد يربط بين استقرار العراق وإنهاء سيناريو لي الأذرع ويبارك للمعلمين عيدهم. محافظ صلاح الدين يلوح بتطبيق صارم للقانون ضد التجاوزات على الأملاك العامة وتخطيط المدن ويثمن دور المعلم بوجه التشدد. نصب سيطرة متقدمة لفحص الوافدين لجنوب صلاح الدين وعشائر تكريت تمنع مجالس العزاء والأفراح بسبب كورونا. وحكومة علاوي في غرفة الإنعاش السياسي والحلبوسي يحاصرها بمهلة لـ24 ساعة.